الإنسان على الأرض أول ما ابتدى خن قتل غدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان إنسان علموربته إنسان جبنا وجرته يبقى هو الإنسان إنسان قلب تمنى وانجرى عين بكت حزن وفارة يمشي يوقف بصفك وينصرك ويكون لك ولا يكون إنسان عسى خير. خبروني انك تنتظرني من مدة. كل الخير. أنا جيت علشان أشكرك. ما في داعي للشكر. وزين إنك رجعت للبنت فلوسها. أحس إنه وجودي ما مرحب فيه. يعتمد على سبب وجودك. معقولة؟ يعني حتى وإني رجعت المبلغ يعني رأيك ما تغير فيني؟
المهم راي نفسك في نفسك، ولا تنسى انك رجعت فلوس في الاصل ما كنت ناوي ترجعها. في شيء ثاني؟ طيب لو سألتك عن أخوي هلال، أقصد قصة تعاملك معاه، ويعني ممكن؟ لا طبعا ما ممكن أقول لك شيء، اسأله هو أحسن. لا الظاهر أنك أنت اليوم يعني متضايقة كثير، لأنه أنا كل ما أفتح موضوع تغلقي بسرعة يعني. أنت من أنت علشان أجلس وقتي وأخذ معك في الكلام؟ وليش من المفروض علي أصلا أني أسمعك؟ معك حق، أنا من ولا من علشان أضيع وقتك معاه بالكلام؟ أنا ولا شيء، أنا مجرد واحد متطفل لا أكثر. بس المتطفل اللي قدامك شافك المرايا اللي عكستي له عيوبه، وإنه نكرة ولازم يتغير. بس الظاهر إنه تغيري يحتاج لوقت علشان الكل يستوعب. ممكن يطول، ممكن يقصر، ممكن وأنا في هذا الوضع اللي أنا فيه أرجع لوضعي الأولي أحسن ما إني أسمع كلمة تجرحني. انتظر، أنا آسفة إذا قلت كلمة جرحتك، أنا فعلا متضايقة كثير، وأنت مالك ذنب، حظك المقرود إنك طلعت قدامي. لا هو من ناحية إنه حظ مقرود، فهو مقرود من زمان. استريح وقل لي إيش في خاطرك. أنا أريدك تساعديني، لا تستغربي، بوضح لك أكثر. أنا مرتاح في الشغل اللي أنا فيه، بس عندي بعض الأفكار الطموحة وأريد أنفذها. وإيش اللي يمنعك؟ الوظيفة، أقصد الوظيفة الثابتة، لأنه شغلي في الصيد وبيع الأسماك وأنا في هذا العمر يحتم على أني أستثمر هذه المهنة. والوظيفة الثابتة؟ بتدعمني كثير، أقل شيء أقدر أني آخذ قرض من البنك مثلاً، وهذا القرض أقدر أني أسويه بمشروع بحيث أنه يتناسب مع مهنتي. ومشاريع الشباب مثل سند وغيرها ما سمعت عنها؟ لا طبعاً سمعت، وخلاص أنا أصلاً سجلت وبانتظار الرد. وش اللي يمنع أحاول أوصل للي أريده بس بطريقة ثانية بحيث أنه تساعد الطريقة الأولى وبشكل مباشر؟ فهمتك، تريدني أساعدك علشان تحصل على وظيفة؟ يا ليت والله، بس عاد الله يعين أنا وحظ المقرود هذا. أفهم من كلامك أنك غيرت رأيك. أفهم من كلامي أني أجلت بيع حصتي في المكتب. أنا لو جلست سنين وسنين أتعامل معك ما أظن أفهمك أبدا. محفوظ إيش فيك؟ أنا اللي أسألك إيش فيك وفي إيش تفكر يا أخي، أنت كل يوم برأي. كل تغيير له أسبابه. آمنا بالله، ولما أسألك على الأسباب ما ترد علي، وهنا تزيد حيرتي. أنا كلمت الحاج وهو وافق يساعدني شراء حصتك في المكتب. ومن قال لك إني ما ببيع؟ أنا كل اللي قلته إني أجلت. زي السبب، عطني السبب عشان أفهم. عمي زايد مصر هالمرة إنه يبيع البيت الكبير. الحين فهمت، أنت تريد تستفيد من حصتك في البيعة ما دام إنها بتكون عن طريق مكتبنا. خلاص أنا أضمن لك حصتك، وبحط هذا شرط من شروط عقد البيع اللي بنتمم بيه تنازلك عن الشركة. أنا أعرف إنك أنت ما تريد تضيع هذه الفرصة من يدك، بس صدقني أنا ما أريد. وأنت إيش عليك أخسر ولا ما أخسر؟ المهم إن حقك مضمون. لا تطمع ولا تتذاكى علي، سبق وحذرتك. أنا أعترف بغبائي الحين وأقول ما فهمتك. أنا بفهمك، بس عشان ما تصير ثعلب علي. أنا لو فرضنا أني أنا بعت لك حصتي في المكتب وصار المكتب مكتب، ساعتها إيش يضمنك أن بيعة البيت بتتم عن طريق مكتبك؟ هذه والله فاتت. شفت كيف؟ خلاص احنا نحط هذا شرط من شروط عقد البيع، يعني انت تضمني ان البيع تكون عن طريق المكتبي ساعتها. مكتبي؟ خلاص عاد صار مكتبك؟ يعني بعد ما نتمم البيعة بيني وبينك.
وليش ما ننتظر حتى ما تتم هذه البيعة ونحن شركاء؟ هذا أضمن لك يا غبي. المشكلة أن تفكيري يبتعد تماماً عن تفكيرك الصحيح. أنا أعتذر، بس قل لي كل اللي تفكر فيه. بعد بيعة البيت الأكيد أن كل واحد بيدور على بيت جديد ومنفصل، أو حتى شقة يستأجرها، أو أرض يشتريها ويبنيها بعدين، وكل هذا عن طريقنا. داهي، والله إنك داهي. بس ها، كل هذا بيصير إذا البيت انباع. بعده يريد يبيع البيت؟ طيب ليش؟ هو ما مضطر؟ يا أخي الراجل ده ما بتعرف هو داير يفكر في شنو؟ أكيد في راسه شيء جالس يخطط له. قول اللي في خاطرك يا أبو الفضل. أنا ما عارف لدلوقتي أنت مختفي ليه عنهم؟ يا أخي أنت لك حقوق، حالك حاله. أبو الفضل أنت تقريبا عارف كل شيء. أنا كنت معتقد أن ظهوري الآن هو الوقت المناسب، لكني تأكدت أنه في صعوبة. صعوبة بالنسبة ليك أو ليهم؟ صعب على الجميع. صعب لدرجة أني فكرت أسافر. قصدك تهرب يا ماجد؟ انت عارف كويس ان عمره ده ما كان الحل، والدليل انك رجعت. انا معاك انه ممكن يكون صعب، بس الاكيد انه ما مستحيل. المستحيل نحن ما نعرفه الا لما نصدق ان عاجزين وما قادرين، ومع هذا اقول لك الصعب موجود. وكيف نقدر نفرق بين الصعب والمستحيل؟ ما سألت حيانك عن الخير اللي جاهم بعد السبعين، يا ترى كانوا يشوفوا صعب ولا مستحيل؟ وجدودك قبلهم كيف تحدوا الصعاب ووصلوا لشرق أفريقيا؟ It's impossible to believe he came here looking for a job. Why? He is an ambitious guy. He learned a new language and very quickly just so he can work here. I'm certain he would succeed if he were more flexible. What can I do to prove that I've come here seeking job and knowledge? Orestes, isn't it true that you brought him here to work in my bookshop? Yes, Aunt, and I want you to accept him. He's really smart, and I'm sure he'll be useful to you in the bookshop. Okay, then leave him with me and you two go work. Okay, fine. We're leaving. We'll wait for you for dinner, huh? Okay. Honestly, leaving your country and coming here to work, I think it's a sort of run away. But it's okay. You have to admit it before anything else. As I see it, you also practice some sort of running away without admitting it. Excuse me? You have to admit it before anything. Go on, I'm listening. I'm just wondering, what makes a woman, and after 15 years of her husband's death, give up life and stay locked in with books? I admit that I'm practicing some sort of running away. I love books. What about you? Your 15 years of running away are equal to the distance and circumstances
that brought me here today. Can you tell me what other choices do we have? In fact, تسمعني يا ماجد، ولا انت خلاص قررت وجاي تقول لي قرارك؟ صدقيني يعز علي اترك المكان اللي انت فيه، بس انت شايفه ايش اللي صار بيني وبين ولاد عمك. يعني عايز تهرب؟ انا ما اهرب، انا بسافر عشان لا تزيد المشاكل اللي بيني وبينهم اكثر. ما تضحكش على نفسك، انت اصلا اتعودت تهرب من اي مشكله تقابلك. معلش سافر زي ما بتقول، بس افتكر انك دخلت حياتي من غير ما تقولي ولا تستأذن، ويوم ما تحب تهرب ولا بلاش، يوم ما تحب تيجي تقولي. دلال تلوميني وكان عندي خيار ثاني. لا عندك، بس انت بدل ما بتقرر تواجه المشكلة بتهرب منها. اعمل اللي انت عايزه يا ماجد، اهرب من مكان لمكان عشان تهرب من مشاكلك، وللأسف مش هتلاقي المكان ده، لأن يمكن بكرة مش هكون معك. اللي زيك يا ماجد الكل محتاج له، لأنك وهبت نفسك لمساعدة الناس. الحمد لله الحمد لله. فكيف حد ممكن يتصور إنك ممكن تتركه وتسافر؟ وطيب سفر ده لمتين؟ بالعكس أنا يسعدني كلامك، أنت يا بالفضل من أعز الأصدقاء اللي تشرفت معرفتهم في حياتي. طول عمرك متواضع وشهم كريم، أنا عمري ما بنسى ليك الخدمة اللي خدمتها لي ولعائلتي هناك في السودان. أحسنت لي، ولو قعدت العمر كله أرد لي خدماتك ما بقدر. استغفر الله استغفر الله، لا تقول هذا الكلام بالفضل، أنا ما سويت أكثر من الواجب. يكفيني منك وجودك في المؤسسة علشان أعرف عنهم كل شيء. وأنا لو ما بعرف أو هياك الطيبة ما كنت وافقتها. يعني كيف الحين بنجلس نمدح بعضنا طول الوقت؟ قول لي ماجد إن رجع ثقته وأمله وحماسه. أدري أنا في النهاية إنسان ممكن أتأثر. وممكن تأثر على الجميع كعادتك. كلمني، نويت أسوي شنو حسة دي بعد ما عرفت الموضوع التوكيل الجديد؟ وقت النوم حبيبي، من بعدك مطول؟ شوية بس، انت حاولي تنامي عشان تقوم الصباح عندك دوام. يلا بالنسبة لي أنا فهذه أجمل المفاجأة، كوني أشوف أرق وأحن وأطيب مخلوقة في الوجود. أدري يا ماجدة أنك مثل غيرك وما بسهولة بتتقبل فكرة وجودي. كلكم تربيتوا على سمعة المشوهة قدام أهلكم، تقريبا. في ايش تفكري؟ سالفة عمي ماجد؟ نحن اتفقنا ان ما نتدخل في هذا الموضوع مرة ثانية. ايش اللي تغير؟ ماجد لا تخلي ظنونك توصل لأبعد منك. ليش ما خبرتني انك تعرف عمي ماجد؟ وليش دراني ان ماجد اللي اعرفه هو عمك؟ دكتور نواف تريدني اصدق هذا الكلام؟ صدقيني هذه هي الحقيقه.
وجودي في شقته كان شيء طبيعي لاني اعرفه من زمان، وبعدين هو صاحب فضل علي. وايش اللي يخلينا اخبي عليك من الاصل؟ ما ادري. طيب انت من متى تعرفه؟ اللي فهمته من كلامك انك رافضه وجوده، فليش تسالي عنه؟ دكتور نواف انا اسالك انت من متى تعرفه؟ المعلومه اللي الدوله عليها عنه هو، فلا تنكر. انا نفسي ما اعرف. كل اللي سمعته عنه طول عمري يتعارض عن اللي سمعته منه لما شفته. نبرة صوته كانت صادقه، نظراته كانت كلها عمق وموده، بالذات لي انا. انا احترت وهذه انا ادور على حقيقته منه. دكتور نواف ارجوك تقولي كل اللي تعرفه عنه. بس انت تقدري تميزي ما بين الصدق والكذب؟ اخاف حيل تزيد اكثر واكثر واصدق كل اللي. والده قيصر ايش اللي جابك؟ عسى ما شاف. جاي اشوف المشهد اللي ما اكتمل. قيصر مشهد الدكتور الصيدلانيه. يبدو انك فاهم غلط يا اخ قيصر. لا خف عينك انت الثاني، خطفي قدامي. قيصر بلا هذا الاسلوب معي. انت تعرف اني ما اسمح لاي حد انه تحركي بسرعه الحين. الله اعلم كيف ماسك اعصابي بعدين. ممكن اوضح لك؟ نحن كلنا انا ما ناس انك، وبيجي دورك. انسان احبه واكرهه، انسان اعرفه اقبله، انسان اغضب سامحه، انسان عاتب وجرحه، انسان عاتب وجرحه، انسان لومه وعده يبقى هو الانسان، يبقى هو شدد. كيف عرفت اني هنا؟ لا اظن انك الوحيد القادر على انه يعرف. انا متاكد من هذا الشيء. تفضل استريح. انا جاي اعرف منك وبدون ما تتهرب من الاجابه، انت كيف عرفت بمرضي؟ معقوله يكون اللي جابك هو هذا السؤال فقط؟ لا تجاوب على سؤالي بسؤال. تفضل. أول مرة شفتك فيها يا شداد كانت في ندوة، والندوة هذه كانت عن مرض الإيدز. حالي حال أي واحد حضر الندوة من باب المعرفة بالشيء. إيش الغريب فيها؟ لأن حضوره كان بشكل دائم وحصري لمثل هذه الندوات. إضافة إلى أسئلتك المركزة للأطباء، كيف تأكدت أني مريض فعلا؟ بقول لك بس لا تفكر كثير في رتي. أنا أريد أعرفه بس. بالمرة أريد أتعرف على الطريقة اللي تفكر فيها.
تأكدت لما عرفت عن ترددك في أخذ الفحوصات اللازمة، فحوصات الدم يا شداد علشان عملية أبوك. يا ترى إيش يمنع ابن مهما كانت قسوته في إنه ينقذه؟ يا ترى ردي أقنعك؟ ردك مقنع وكافي، أنا لازم أروح. بس بعدني يا شداد، ما بصدق إنك كنت تدور علي علشان تسألني هذا السؤال. تأكد هذا هو السبب. أنت تكابر المرض يا شداد، مع إنه للأسف أعراضه بدأت تظهر عليك. بس لا تكمل، ما أريد أسمع شيء. بس اللي أريده منك إنك ما تتكلم عن مرضي لأي مخلوق تعرفه مهما كانت ثقتك فيه. ممكن؟ ممكن يا شداد، ممكن. بس ما أقدر أوعدك إني ما بتكلم معك أنت في الموضوع، لأنه يهمني إنك تعيش أيامك بصورة أفضل. أنت أكيد جنيت؟ حتى تشك إنه بيني وبينه شيء؟ لما شفتيه بشقة عمي ماجد تفاجأتي وناديتي باسم نحاف نواف. قلنا ما عليه، لكن تجلسي تتكلمي معاه طول ذاك الوقت، فلا تطلبي مني إني أصدق إنكم تتكلموا في شغل. لو صبرت كنت عرفت إحنا كنا نتكلم في إيش بدون ما تحرجني قدام الكل. طيب يلا قوليلي في إيش كنتوا تتكلموا؟ الحين الكلام ما منه فايدة، لما تشيل كل هذا اللي في راسك تعال غرفتي بعدها موجودة. انت لا تقول الحقيقة قبل لا راسي ودي ويجيب. ليش؟ وراتك بعده ما وده وجاب؟ بعد اللي سويته واللي جاب سويه؟ خليه يودي ويجيب على راحته، يكفي اني انا واثقة من نفسي. يا خسارة يا قيصر، انت عملت شرق كبير بقلبي، مستحيل تكون قيصر اللي عرفته قبل الزواج. ما اقدر، أنا طيب قوليلي وريحيني. أنا رايحة عند أبوي. إيش اللي يخليني أدخل غرفته مرة ثانية؟ وكأني تعودت على الذكريات المرة، مرة تجيني ومرة أنا أسألها. طيب كل التعب يجيني منها، فليش أدخلها؟ ليش ما وافق على بيع البيت وتخلص منها للأبد؟ ما أدري. لا لا يا قيصر، لا لا، انت غلطان، هذاك زميلها واللي عالج عمك راشد. انت كيف تصرفت بخشومية؟ امي انت عارفه ايش كثر انا احب ماجده، وانجنيت لما شفتهم يتكلموا. جنونك بدا لما بديت تشك فيها، وهذا هو الغلط. ماجده متربية قدام عيوننا، وعمر العيبه ما تطلع منها، وانا ما صدقت انها وافقت عليك لما كنت بذيك الحاله. لا يا قيصر لا، انت غلطان، لازم تروح وتتسامح منها وتراضيها. الظاهر فعلا استعجلت. خير؟ ايش هناك؟ ما في شيء. اجيب لك شيء؟ لا خليني مع قيصر شوي. يلا تحركي. ليش ما تريدني اسمع؟ ليش دايما تهمشني؟ أهمشك؟ لأني أعرفك فضولية وتريد تعرفي كل شيء. لو أنت صادق
أريد أحس أني واحدة منكم موجودة بينكم. بس هذا أنت دائما هذا دوبك. أنا اللي ما أطيق أسمع هذا الكلام. يلا تحركي. خير؟ اليوم ما شفتك في الشركة. أيوة كان عندي شغل برا. ما سمعت رأيك في المشروع. بسمعك رأيي بكرة. أعذرني أنا بستأذن. بس نحن بعدنا ما خلصنا كلامنا. خير؟ إيش فيك؟ مادة زعلانة. نعم؟ وهذا إيش يخصه بالشغل؟ ليش تدخل حياتك الشخصية في شغلك؟ كيف؟ كيف أقدر أشتغل إذا كانت حياتي ما مستقرة؟ أفا إنسان هذا الزمان ما لازم يكون كذاك يا قيصر. شغلك شيء وحياتك الشخصية والعاطفية شيء ثاني. وكيف هذا الشيء ممكن إذا كان القلب والعقل في جسد واحد؟ خلي عقلك هو اللي يتحكم في عاطفتك، خليه يتحكم في كل شيء. بكون مثل الآلة اللي يسوي كل شيء بدون إحساس. وهذا المطلوب لهذا الزمن. قيصر لا تخليني أغير رأيي وثقتي فيك. أعذرني أنا كل عقلي ينشل مادام ماجدة زعلانة علي. إيش هذا الماجدة اللي تخليك كذاك؟ اسمعني عندك لبكرة. إذا ما تجاوزت الشلل اللي تقول عليه خلي ماجدة تجيب لك كرسي المقعدين وجلس عندها. هذه آخر مرة تتصرف معاها هذا التصرف. سمعت؟ سمعت وفهمت وعقلت. بس الغالي ترضى علي وأوعدها إن هالغلطة ما راح تتكرر. ماجدة حبيبتي أنا معاك إنه غلط، بس صدقيني اللي يحب بصدق غيرته تكون كبيرة تعمي عيونه وتمنعه إنه يشوف الحقيقة. أنا فاهمة، بس ليش ما يكون الحب ثقة بدل الغيرة؟ بتكون، وقيصر وعدنا بهذا. وانت لازم تعرف ان الشك في الحبيب مرفوض حتى نشوف اللي اكد شكله. واضح؟ طبعا واضح. مشكورة يا عمتي. يلا اخليكم الحين، وهدية الترضية تعال اشتريها من المحل عندي وعلى حسابه. ها يمكن اعرف حبيبتي ايش من العطور تريد علشان ترضى علي. حبيبتك تريد دواء لنفسها المجروحه. روحي كلها فداك. ها ما خبرتيني ايش من العطور تريدي. خليني ارضى عليك بالاول. تعرفي ابوي سالني ايش هالماجدة هذه اللي تخليك كذا يا قيصر، والسبب اني جاوبته وقلت له ان عقلي ينشل اذا كانت ماجدة زعلانة علي. سلامة عقلك، انا ولا انت يا ولد عمي. يا رب لا، لا انت ولا انا. ماجدة انا اسف. ولا هذه احب اسمعها منك. خلاص ما صار شيء. تعرف أنا والدكتور نواف كنا نتكلم في إيش؟ كنت أسأله من متى تعرف عمي ماجد؟ إذا بديتي تتقبلي وجود عمي ماجد وأنا سعيد لأني أسمع الكلام منك. بس أنت ليش تريده يكون موجود بيننا؟ لأنه أحسه إنسان هذا الزمان رغم عيوبه اللي هو شخصياً ما ينكرها.
بس لو هو ظهر كيف بيكون الحال؟ كيف بتقابله عمتي وعد؟ كيف بيتعامل مع أبوي وأبوه؟ كيف؟ وكيف؟ وكيف؟ أسئلة كثيرة إجابتها عمي ماجد. عمي ماجد اللي كلنا نتمناه بس مترددين، والحلم اللي نريده بس نرفض نعيشه، والواقع اللي يفرض نفسه واللي هم يرفضوه. هذا هو عمي ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا سعد. ايش؟ خير؟ عمي في شيء؟ هذا اعلان بحصر الترك لعائلتنا. ايش معنى الحين؟ وليش مستغرب كل هذا الاستغراب؟ لان هذا الحصر صار من زمان وانا قاصر. بس اللي فهمته منك ان زايد هو اللي كان موصي عليك. هذا الكلام صحيح، بس الوصايا ما بتكون قانونية بعد كل هذه السنين. لو أنا أقدر أعرف في إيه جالس تفكر؟ نحن لازم نوصل لمكتب الكاتب العادل، لازم أسجل حضوري ويعرفوا إني موجود، وبالمرة أطالب بحق من الورث. عمي على وين الحين؟ عمي انت بخير؟ نعم بخير بخير. تريدنا اوصلك المكتب او اوصلك البيت ترتاح؟ لا هذا ولا هذاك، ودي للمستشفى. مستشفى؟ مثل ما خبرتك مرضى الإيدز نوعين، المصاب وحامل المرض. نعم، مع التأكيد أن حامل المرض أيضا مصاب، بس الفرق بينه وبين المصاب الفعلي تأخر ظهور أعراض المرض. طيب دكتور، إمكانية شفاء من بعض الأمراض الخفيفة ممكنة؟ نعم، مثل الإنفلونزا، الحمى، ارتفاع درجة حرارة الجسم، والإحساس بالكسل والخمول، وأيضا حالة التعرق بكثرة. هذه من أعراض المرض عادية، بس مريض الإيدز يشفى منها، وتظل تعاودة بين فترة والثانية لأن مناعته ضعيفة. ومتى تسوء حالته يا دكتور؟ يعتمد على استجابة وضع الجسم، ممكن سنة، 5، 10 سنين أو... تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آسف يا دكتور، تخيل. عمي ماجد؟ أيوة أنا ماجد. أنت من؟ هذه الأخت رضية بنت العم راشد. أنا ماجد، تأخرت كثير يا عمي، ياما تمنيتك تجي بالرغم من كل اللي كنت أسمع عنك. ليش تأخرت؟ وليش ما ظهرت لحد الحين؟ اهدي اهدي يا رضية يا بنتي، هذا أنا رجعت. بس خبري، انت كيف عرفتيني بعد كل هذه السنين؟ عرفتك من صورك اللي مخبتينها بين اشيائي وبدون ما حد يعرف، والغرفة المقفولة في البيت القديم المعزولة وكانها منبوذة، احس انها غرتني ادخلها
واذكر اني كنت اجلس فيها وقت طويل وانا صغيره، وكاني جنيه وهم كانوا يدوروا علي. اه يا عمي، عرفتك من اشيائك الباقيه عندي. شداد لازم يخضع له.